مساء الخير والمحبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من جولات برنامج استراحة الظهيرة. جولتنا اليوم من قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار في موضوع جدا مهم، هو اكتشاف تربة جديدة تحتفظ بالمياه، اكتشفها شاب من مدينة حديثة. هذه التربة تساعد على تقليل الجفاف من خلال الاحتفاظ بالمياه، يمكن الاستفادة منها ببناء الحزام الأخضر حول المدن للتقليل من العواصف وغيرها. خلينا نتعرف عن هاي التربة وشون اكتشفوها وشنو الاستفادة منها في تقرير موسع. مشاهدينا الأفاضل، ينضم ويانا الشاب أسامة زيد، هو مكتشف هاي التربة، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. حياك الله، شرفتنا. أهلا أستاذ علي. تتكلم لنا شلون اكتشفت هذا الموضوع؟ بعد القيام بتجارب عديدة استمرت لأكثر من 5 أشهر، الحمد لله قدرنا نتوصل إلى هاي التربة. طيب، منين اجتك الفكرة للقيام بهاي عملية الاكتشاف موسع، يعني مدة 6 أشهر؟ بالضبط، بحوث لمدة 6 أشهر والحمد لله تكللت بالنجاح. بعد نجاح أول تجربة تم تكرارها لأكثر من 10 مرات، بهذا السبب قدرنا أنه نعلنها للإعلام وغيرها. طيب، شنو الأهداف هاي التربة، شنو الاستفادة منها؟ أولا اللي هي تقليل من صرف المياه. الفقرة الثانية واللي هي الأهم، اللي هي سبب بحثي بهذا الموضوع، أنه نعمل أكثر من سياج أخضر حول المدينة للتقليل من الغبار والأتربة اللي تحصل نتيجة العواصف الترابية. معروف جو الأنبار أغلبية صحراء، فدائما تتكرر العواصف الترابية، وبنفس الوقت أنه تصير حالات إغماء لصغار السن والكبار وحالات اختناق كذلك. التربة هي عبارة عن خليط من الأتربة ومواد أخرى تحتفظ بالماء مدة طويلة، قلنا توصل لأكثر من 30 يوم، وبنفس الوقت تحتوي على مواد عضوية تتحول بمرور الوقت إلى سماد عضوي. وبهاي الطريقة نكون وفرنا للنبات مياه وسماد، وهذا كل ما يحتاجه النبات. طيب، اليوم أنت بعد هذا الاكتشاف شون راح توسع هذا المجال؟ كخطوة أولى نحاول نتواصل مع الجهات والحكومة المحلية، عسى ولعله أنه نقدر ننفذ هذا المشروع بإقامة سياج حول مدينة حديثة. من حولي هاي النباتات اللي أدى عليها التجارب شاب أسامة، خلينا نتعرف أكثر، شنو النباتات اللي جربت عليها هاي التربة؟ العديد من النباتات، منها الحمضيات بجميع أنواعها، نبات السبحبح، نبات الألبيزيا، ونبات المورينجا، وأغلب النباتات الظلية اللي تكون داخل المنزل. طيب، اليوم أكيد سؤال يدور في أذهان المشاهدين، أنه هل هاي التربة ترهم على جميع النباتات لو نباتات معينة؟ لحد الآن صراحة وللأمانة يعني ما جربت على جميع النباتات، لكن كل النباتات اللي ذكرتها تم التجربة عليها وتم النجاح الحمد لله. عشت إيدك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، نأمل من الحكومة المحلية ووزارة الزراعة أن تتبنى هذا الموضوع، كون له أهمية كبيرة في تقنين المياه، يعني بدل ما تصرف مياه كثيرة مياه الأنهار، ممكن أنه 30 يوم هاي التربة ما تتعرض للسقي، ما تتعرض لتوفير المياه، وأيضا هو السماد منها وبيها. نأمل هذا الموضوع تتبناه وزارة الزراعة للتطوير أكثر من النباتات في بلدنا الحبيب العراق. تقبلوا تحياتي علي الآلوسي، وهذه عودة إلى استوديو برنامج استراحة الظهيرة.